طيب طيب انت ايه اتسرعت يا فاتن؟ سلام عليكم يا طن خش يا خراب البيوت. امال فين سناء؟ موجوده. ايه يا عم شرشابي، انا عندي طنط نعمه هو معاه المأذون. ما تفضل يا مولانا. زواج سعيد ان شاء الله. ربنا يبارك لك. ايه الحكايه؟ زي ما تقولي كده اصلح فيش السخان البايظه. فيش السخان مش صلحناها يا سناء. اه يا حاج، يبقى هات معاك الدوري بيه والحاج قنديل ونبي ما تنساش، وبطايقكم عشان نعمل لكم فيش وتشبيه. ما تبلش شربات يا حاجه بقى. يا ما انت كريم يا رب. من عيني يا اخويا حبل الشربات حالا. وازا اتأخرت عليك يا احلى واجمل سناء في الدنيا دي كلها. والنبي يا واد انت باين عليك ابن حلال، ده انا يظهر كنت فاهمك غلط. بس انا مش عايزاك. ما عندناش بنات تقول لا. خش يا مولانا انت على الانتريه. يلا يا حاج هات لنا البطايق كده وقسمه الطلاق عبال ما وكيل العروسه يطلع. حاضر يا اخويا عيني. بس انا مش عايزاك. ايه هو بالعافيه؟ طب قولي لي بكرهك كده وناخد المأذون واتكل على الله. طب انت جاي تتجوزني علشان بتحبني ولا جاي تتجوزني علشان شفق؟ شفق يا خرابي. يا بنت بطلي كده، الناس طالعه على السلم. خش جهاز يلا. طب انت جاي تتجوزني علشان بتحبني ولا جاي تكسب فيا ثواب؟ نكتب الاول ونروح بيتنا، انا هناك اقول لك كل حاجه. ماشي. وانا مش هكتب الكتاب غير لما اعرف انك بتحبني قد ما بحبك. يلا بنت خش البسي الورقه والبطاقه. تمام. يا ساتر يا ساتر. اهلا يا مهوات. اتفضل يا حاج بيتك برضه. السلام عليكم يا اصحاب البيت. اهلا وسهلا. اتفضل لك يا بيه. اتفضل يا بيه. اتفضل يا بيه. ممكن تكون معايا صراحه؟ مين حضرتك؟ اتفضل معانا من سوغات. سوغات؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ خليكي في حالك يا نسان. اسمع انت كمان عارف اسمها. انتوا مين؟ اتفضل معانا في خش اشاره. يا جماعه انتوا اكيد تقصدوا حد تاني خالص. حضرتك وليد عبد الرحيم فاضل. فاضل معانا. فاضل بقى. طب ثواني. طيب طب بلغي اخويا. بلغي اخويا يعني. طب هات نمرته. طب ثواني لحظه واحده بس. لحظه واحده يا جماعه. روح شارع عبد العزيز يا نسمه. شارع عبد العزيز. حاضر. خلي بالك انت من نفسك. بس عبد الرحيم فاضل في شارع عبد العزيز. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. عليه الصلاة والسلام. ثانية واحدة يا مولانا قبل أي حاجة. خد يا حاج شرشابي، ده شيك ب 180,000، 65 بتوع العروسه كانت مديها لها ادورهم يعني، والحمد لله داروا وكسبوا الضعف كمان. هيتبقى 50,000 جنيه، ده مهر العروسه. اصيل يا ابن ابراهيم. تربيتك يا حاج كل شيء بأوان. طب والشبكه؟ نفسي في شبكه يا زيزو زي بقيه العرايس. يا ست انزلي الصاغه انت وطنط واشتري اللي انت عايزاه وانا رقبتي سداده. بهزر. انا الذهب عندي كتير. المهم عندي انت. اصبري طيب لما نكتب الكتاب الاول. شو وقت حساب خالص. خد يا ابني ادي لعمك قنديل ال 40,000 جنيه بتوعه، والباقي حلال عليك انت ومراتك. ده وقت حساب يا شرشابي. يكتب يا مولاني. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم.